كاينين جوج ديال الانواع ديال الناس. كاين النوع الاول اللي شاف الفيديو وشاف العنوان ديالها ودار راسو بحال ما شافهاش وما تسوقش ليها، وكاين النوع الثاني واللي محظوظ وكليك على الفيديو ودخل وداش يتفرج فيها. علاش قلت هذا النوع الثاني محظوظ؟ حيت في هذا الفيديو غادي نشارك معاه جوج ديال الفرص مجانا اللي تقدر تستافد منهم. هاد جوج ديال الفرص غادي يعاونوك بزاف تحضير الامتحانات ديال البكالوريا، وغادي يعاونوك باش انك تحصل على نقاط ممتازه. انا عارف باللي الغالبيه ديال التلاميذ حاليا تالفين، ما عارفينش كيفاش غادي يديروا واحد المراجعه اللي تكون فعاله، يعني يستافدوا منها واللي تخول لهم على انهم يوصلوا الهدف ديالهم. الغالبيه كتلقاه بدا مثلا من الاول ديال العام، ولكن دابا تلف ما عرفش شنو غادي يدير. كاين اللي كان بدا في شهر واحد وغادي مزيان، ولكن انفجر رمضان خسر ليه كاع البروغرام ديالو. وكاين اللي يلاه طفات عليه الشمعه ويلاه فاق ويلاه بغى يبدا لا بريباراسيون ديالو. وكاين اللي مازال ما فاق، راه ناعس دابا، حتى تبقى واحد 15 يوم ولا تبقى واحد السيمانه عاد باش يبدا يقلب كيفاش غادي بريبار. ونتمنى انك ما تكونش من هذا النوع الاخرين، نتمنى انك تجمع راسك من اليوم باش ما تعطلش بزاف. ندوزو لهاد جوج ديال الفرص اللي غادي يعاونوك بزاف في هاد لا بيريود اللي بقات، وركز معايا بزاف في الفرصه الثانيه حيت مهمه اكثر. دونك على بركه الله نبداو بالفرصه رقم واحد، واللي هي عباره على ارشيف ديال الامتحانات الوطنيه السابقه. انا عارف هاد الفتره هذه بالضبط كيبداو التلاميذ يقلبوا على الامتحانات الوطنيه السابقه باش يديروا واحد الاختبار القدرات ديالهم، ويشوفوا واش داكشي اللي خدموه في الفروض ولا داكشي اللي خدموه في التمارين ولا داكشي اللي فهموه في الدروس واش غيعاونهم في انهم يجيبوا واحد النقط مزيانه في هاد الامتحانات هاد. فخديت من الوقت ديالي ومشيت وبقيت كنقلب بزاف ديال لي سيت وحاولت نجمع هاد الامتحانات السابقه كامله وحطيتهم في واحد المنصه اللي ما غتلقى فيها لا اشهار لا حتى شي حاجه. دونك الا بغيتي تستافد من هذا الارشيف وبيان سور راه مجانا، غادي تنزل لتحت في صندوق الوصف اول رابط غادي تكليكي عليه، غادي يديك لواحد الصفحه اللي غادي تكتب فيها فقط الاسم ديالك والايميل ديالك. اين فوا غادي تعمرهم وغادي تكونفيرمي، غادي يوصلك الايميل اللي فيه غادي دير واحد المود باس غادي تعاودو جوج مرات، وديك الساعه غادي تدخل لهذه المنصه هذه وتقدر تبدا تشوف هذوك لي بي دي اف وتيليشارجي. وكيف قلت لك راه ما غتلقى لا اشهارات لا حتى شي حاجه. وثيق بيا كنصيحه، حاول ما امكن واخا تكون مازال ما كملتي الدروس على انك تبدا تخدم الامتحانات الوطنيه باش تختبر راسك، وهادشي راه قلتو في الفيديو اللي فات لك انت مازال ما مشيتي تفرجتي فيها. دابا غادي ندوزو للفرصه رقم 2 واللي كيف قلت لك واحد الفرصه اللي مهمه جدا. هاد الفرصه هي عباره على واحد الحصه مباشره غادي تكون يوم الخميس، يعني هاد الخميس هذا سواء 8 سواء 9 ديال الليل، واللي غتكون فيها ساعتين. شنو غادي نديرو في هاد الساعتين؟ اول حاجه غادي نجاوبوا فيها على السؤال ديال المليون، السؤال اللي محير كاع التلاميذ حاليا، واش الا بديت لا بريباراسيون من اليوم وبديت فيها البرنامج من الاول ديال العام واش غيكفيني الوقت باش انني نحصل على واحد النقطه اللي ممتازه؟ غادي نجاوبوا على هاد السؤال وبالتفاصيل. ثاني حاجه غادي نجاوبوا حتى على السؤال ديال منين غادي نبدا. انا قررت على انني غادي نبدا اليوم، منين غادي نبدا؟ وهنا غادي نناقشوا جميع الفئات، الفئه اللي بدات من الاول ديال العام، الفئه اللي بدات من شهر واحد، الفئه اللي ديجا بريبارات شحال هادي وتنسوا عليها لي كور ومازال بغات تعاودهم، الفئه اللي يلاه فاقت اليوم ويلاه بغات تبدا لا بريباراسيون. هادو كاملين غنشوفوا كل واحد نصاوبوا ليه البروغرام ديالو وشنو هما الحوايج اللي خصو يتبعها. ثالث حاجه وهو السؤال ديال شنو هما الحوايج اللي خاصني نركز عليهم بزاف في هذه الفتره اللي بقات، او بالاحرى قانون باريتو. دابا ما بقاش بزاف ديال الوقت، شنو هما الحوايج اللي كاين الاحتماليه ديال انهم غادي يتحطوا طالعه بزاف باش نحيدهم عليا هما الاولين، ابخي نمشي للحوايج اللي اقل اهميه. حتى هذا السؤال هذا حتى هو غادي نجاوبوا عليه. رابع حاجه واللي كيقلبوا عليها بزاف التلاميذ، وهي واحد البرنامج شامل فيه جميع المواد بجميع الدروس مقسمه من دابا حتى نهار الامتحان. وخامس حاجه غادي نشارك بزاف ديال الاسرار اللي عاونوني انا شخصيا باش انا نحصل على البكالوريا حره في سنه 2022 بالنقطه ديال 18.06. سادس حاجه غادي تكون عندك الفرصه في انك تسولني جميع الاسئله اللي عندك، ما غاديش نسالي الحصه ونقطعها حتى نجاوب على جميع الاسئله ديال الناس اللي غادي يكونوا مشاركين في هذه الحصه. هذا الشيء بالاضافه لمجموعه ديال الهدايا اللي غادي يستافدوا منهم الناس اللي بقوا معنا حتى لاخر دقيقه في الحصه. المشكل الكبير اللي عندنا هو انه عدد المقاعد محدوده
في 100 بلاصه. الا قدرتي دابا تدخل وتسجل وحجزتي المقعد ديالك فانت غادي تكون من المحظوظين اللي غادي يحضروا لهاد الحصه. سينو الا 100 بلاصه عمرات وجيتي من بعد فديك الساعه ما غاديش يكون بالامكان ديالك على انك تحضر لهذيك الحصه. داكشي علاش كننصحك دابا انك تهبط لتحت وتمشي للرابط رقم 2 اللي فيه غادي تدخل الاسم ديالك وغادي تدخل الايميل ديالك واوتوماتيكمون غادي يعطيك واش انت من 100 الاوائل ولا لا. وضروري ما خصك تكمل الانسكريبسيون حتى توصل لجروب تيليجرام. علاش جروب تيليجرام؟ حيت تما فين غادي تبارطاجا لو ليان ديال هذيك الحصه اللي غادي تكون في زوم. كنتمنى لك حظ موفق وانك تكون من 100 الاوائل اللي غادي تكون عندهم الفرصه انهم يحضروا لهاد الحصه. دونك كيف قلت في الاول هادو جوج ديال الفرص ثمينه جدا، كنتمنى انك ما تضيعهاش، كنتمنى انك تستافد منها حيت غتعاونك بزاف في لا بريباراسيون ديالك وفي انك تجيب واحد النقطه ممتازه في المعدل ديال البكالوريا. دابا غادي نشارك معاك الفرصه رقم 3 واللي هي عباره غير على واحد البونوس اللي تقدر حتى هي تستافد منها علاش لا، واللي هي عباره على تخفيض في التسجيل في اكاديميه النخبه. دازت تقريبا شي 10 ايام باش انني درت واحد التخفيض خيالي واللي استافدوا منه البعض ولكن بزاف ما قدروش يستافدوا منه حيت جات في ديك الوقيته مع عطله ديال العيد وبالتالي بزاف ما قدروش انهم يتسجلوا في هذاك العرض. داكشي علاش غنعاود عاوتاني نحل التسجيل في اكاديميه النخبه، ولكن العرض غادي يكون فقط من هنا حتى لنهار الجمعة وغادي يكونوا فيه مقاعد اللي قليلة ما غاديش تكون بزاف. اشنو غادي تستافد الى تسجلتي في اكاديمية النخبة؟ اول حاجة غادي تستافد منها هي مجموعة دروس كاملة مشروحة بالتفاصيل مع التمارين ديالها والتصحيح ديالهم على شكل فيديوهات وعلى شكل دي بي دي اف اللي كاينين في المنصة ديال اكاديمية النخبة اللي تقدر تستافد منهم من اليوم. بالاضافة لهذا الشيء كاين حتى المعسكر ديال التحضير للامتحانات الوطنية واللي غادي يكون في شهر مايو، حتى هو غادي تستافد منه واللي غادي يكونوا فيه حصص يوميا في جميع المواد. من غير هادشي غادي تكون واحد المواكبه وواحد التحفيز وبزاف ديال لي زاستيوس اللي غادي نشارك مع هاد الناس اللي غادي يتسجلوا في اكاديميه. الا كنتي مهتم وبغيتي تفاصيل اكثر وبغيتي تستافد من هاد التخفيض اللي كاين حاليا غادي تهبط لتحت في صندوق الوصف، غادي تمشي للرابط رقم 3 غادي تكليكي عليه غادي يديك لواحد الصفحه اللي غتلقى فيها جميع التفاصيل على اكاديميه النخبه والعرض اللي كاين حاليا وتقدر من تما دوز لا كوموند ديالك. سينو الا ما قدرتيش راه ممكن تصيفط لي ميساج في واحد النمره واتساب غتلقاها صندوق الوصف هنا وانا غادي نجاوب على الميساجات ديالك، غادي نجاوب على التساؤلات ديالك كاملين حتى تقدر تدخل معنا وتستافد من هذا الوقت اللي بقى في اكاديميه النخبه وتكون من النخبه اللي غادي تحصل على واحد النقط ممتازه ان شاء الله في الباك 2024. هادشي اللي كان في الفيديو ديال اليوم، ترى لي فراس نتشافوا في فيديو جديد.